حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. في المواقع المحلية الحوثيون ينهبون مخازن هيئة كهرباء ومياه الريف بمدينة الحديدة. ومن الأخبار، عاد إلى قريته بلا مال، الحرب تعود أحد مالكي الوكالات التجارية إلى نقطة الصفر. وفي الأخبار المنوعة، ميركل تصف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالمأساة. أهلا بكم. من يريد السلام لماذا يذهب إلى نهب أرض يقول إنه يسعى لتجنيبها حربا واسعة؟ وفقا لموقع المصدر أونلاين، الحوثيون ينهبون مخازن هيئة كهرباء ومياه الريف بمدينة الحديدة. وقال شهود عيان إن مسلحي جماعة الحوثي نهبوا مخازن هيئة كهرباء ومياه الريف بمدينة الحديدة، وإن ناقلات خرجت من الهيئة وعلى متنها مولدات اتجهت إلى صنعاء. ونقل مراسل المصدر أونلاين عن الشهود قولهم إن عشرات الناقلات خرجت تحمل محولات كهربائية ومعدات من الهيئة الواقع مقرها على خط المطار بمدينة الحديدة. وتتكون مخازن كهرباء ومياه الريف في مدينة الحديدة من مستودعين كبيرين ممتلئين بمحولات وعوازل ومواد إمدادات شبكات، وكان الحوثيون قد استولوا عليها بالكامل. وسبق أن استولى الحوثيون على مؤسسات الدولة في المدينة الخاضعة لسيطرتهم، ووفق تقارير فإن تلك المنهوبات أصبحت تخص قيادات لجماعة الحوثيين في صنعاء. تعليقا على الصورة التي كشفت طريقة تعامل قادة ميليشيا الحوثي مع عملية السلام، علق موقع مأرب بريس: الحوثي يبحث السلام باليمن والسلاح تحت كرسيه. وقال الموقع إن الناشطين تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد قياديي جماعة الحوثي يخفي سلاحه تحت المقعد الذي يجلس عليه أثناء لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث. وأثارت الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصف البعض طريقة الحوار التي يمارسها الحوثي مع أي شخص بأنها تعتمد على العنف والمراوغة والغدر. ووصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث العاصمة اليمنية صنعاء وسط جهود لعقد مفاوضات سلام يمنية قبل نهاية العام تنهي النزاع في البلاد. وتساءل أحد النشطاء: كيف تتفاوض معهم والسلاح تحت كراسيهم يا جريفيث؟ يتوجه الستيني عبد الدبعي كل صباح إلى مقهى صغير بأحد أسواق دبع بالداخل بمديرية الشمايتين في الحجرية جنوب تعز. يحاول أن يعيش إيقاع الحياة بدون تفكير بالماضي، ولكن لماذا يعمد إلى ذلك؟ يقول موقع المشاهد نت إن ملامح الرجل تحكي عن تفاصيل الخسارة، فقد تعرض للإفلاس بخسارة محلاته التجارية قبل عامين بسبب الحرب التي فرضت عليه العودة إلى قريته. ويقول الموقع: يجلس الدبعي في إحدى زوايا المقهى بهمومه بعيدا عن ضجيج الحرب التي أفقدته كل ما كونه من ثروة طيلة سنوات شبابه. وقد تحدث بنبرة منخفضة قائلا: بدأت رحلتي من عدن قبل 47 عاما في غسل الصحون بأحد المطاعم، ثم توجهت صوب الحديدة، وهناك عملت في محل تجزئة لبيع الملابس قرابة عام. يضيف: بعدها قام أخي الأكبر باستئجار محل صغير وقمت بإدارته، وكان المحل يدر أموالا كثيرة، كان ذلك في زمن الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. يتنهد بحسرة ثم يواصل حديثه: كنت صاحب المحل الوحيد، ثم توالت المحلات وأصبحت أمتلك 3 محلات أخرى طوال تلك السنوات. عمل الرجل مع أبنائه وأصبح لهم اسم تجاري، وزادت شهرتهم في التسعينيات من القرن الماضي، لكن مع دخول البلاد في اضطرابات سياسية قبل أكثر من 7 سنوات بدأت القيمة الشرائية للناس تقل، وبدأ اقتصاد البلاد ينحدر إلى القاع، فتضرر الكثير من التجار وأغلقت العديد من المحلات التجارية. يقول إنه حاول الصمود قدر الإمكان، لكنه أفلس في النهاية ولم يجد حلا سوى العودة إلى قريته. وإلى موقع راي اليمن، والذي تحدث عن سيطرة الجيش الوطني على مواقع جديدة في مناطق كانت منبع ميليشيا الحوثي، وعنوان الموقع:
مخبأ الحوثي في مرمى الجيش بصعدة. وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة أن قوات الجيش نجحت في التوغل في جبال مران مركز التمرد الأول، وبات الكهف الذي يختبئ فيه زعيم الميليشيا في مرمى نيران قواتنا بعد أن تم تحرير منطقة الملاحيظ خط الإمداد الممتد إلى حرض غربا بمحافظة حجة. وقال الأثلة: تمكنا من كشف العديد من الأدلة على تورط إيران وحزب الله في دعم الانقلاب، أبرزها وجود منظومة اتصالات متطورة تم تدميرها في جبهة الملاحيظ وكميات كبيرة من ألغام إيرانية. ولفت إلى أن المناطق والمديريات التي جرى تحريرها استراتيجية وتعد من المنافذ البرية التي تربط السعودية باليمن وتقع شمال الموقع. تتحدث صحيفة الأيام عن ما قالت إنه حملة ضد التجار المتلاعبين بالأسعار في عدن. وقالت الصحيفة إن مكتب الصناعة والتجارة بعدن وبتوجيهات من السلطة المحلية نفذ حملة للنزول إلى محلات بيع المواد الغذائية أي الجملة بمديرية الصيرة من أجل مراقبة البيع بالأسعار الجديدة المخفضة، والتي كان قد قام مكتب الصناعة والتجارة مسبقا بإنزالها على محلات المواد الغذائية. وقال وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي: الهدف هو توعية الناس، حيث إنه منذ القدم لم تدر عدن بالعسكرة، ولا يكاد يخفى على الجميع بأننا نحتاج إلى قوة القانون لا القوة العسكرية. وبعد قيام الحملة بإغلاق 4 محلات تجارية، قال مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك فضل سويلح: قال ليس من مهامنا تحديد الأسعار، مهمتنا هي ضبطها من خلال إلزام التجار بوضع الأسعار فوق كل منتج. إذن يعيد موقع العالم بالعربية نشر مقال كان قد نشره سابقا وتحدث فيه عن أحوال وأهوال الشرق الأوسط وإعادة النشر للتأكيد أن الحال لم يتغير وقد يتطلب سنوات طوال حتى تمر غيمة السواد هذه. وقال الموقع: طريقة التهام فيلين ليست صعبة في الواقع، قضمة واحدة في كل مرة، لكن بينما تنضغ القضمة الأولى ينبغي عليك أن تنشغل بشيء آخر غير المضغ، هو التخطيط في الوقت ذاته لقضمتك الثانية. إنه حقاً فيل ضخم. حد وصف دورية ميدلست بريفينج كيف يمكن للإدارة الأمريكية القادمة التعامل مع كل هذا. في الواقع هناك طريقتان متاحتان للتعامل مع هذا الوضع، إما محاولة التوصل إلى اتفاق عربي إيراني أو التعامل بشكل منفصل مع مشكلات سوريا والعراق واليمن وليبيا. قبل بضعة أشهر دار نقاش حول هذا الموضوع في واشنطن وأماكن أخرى، لكن المحاولات المتكررة من جانب دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين لفتح قنوات التسوية العربية الإيرانية المسدودة ولو بشكل مؤقت باءت بالفشل. ثم بذلت الأمم المتحدة وأمريكا جهوداً لإحداث اختراق في اليمن والتوصل إلى حل سياسي في سوريا يشمل الجميع تقريباً، لكن دون جدوى. هكذا يتضح أن كلا النهجين التعامل بالجملة وبالتجزئة لم ينجح، فكيف السبيل إذن؟ لتوضيح هذه النقطة، إذا كنا نتفق على أهمية كبح جماح طموحات الهيمنة الإيرانية في المنطقة والتي هي في الواقع أحد أهم العوامل المسببة لحالة عدم الاستقرار التي نراها، فإن المنطقة وراء حل أي أزمة إقليمية يجب أن يشمل بعداً يستهدف وجود الحرس الثوري الإيراني في هذه الأزمة. ما يجعل هذا مهماً هو أنه إذا أغلقنا جرحاً في أي مكان داخل الشرق الأوسط دون تنظيفه بشكل صحيح من الاستقطاب الإقليمي والطائفية والإرهاب والتدخل الخارجي، فإنه سرعان ما ينفجر في ثوب مشكلة أخرى. هذا يعني أن إظهار القوة يجب أن يكون ضمن خطة لتنظيف الجرح، فإذا توقف التدخل الإقليمي عبر ضغوط صارمة وبإظهار القوة، سوف يكون التعامل مع بقية أبعاد الأزمة أقل صعوبة.
كشفت وثيقة مسربة صادرة عن سلطات جماعة الحوثي كما أوردت صحيفة العرب الجديد عن توجيهات تقضي بعدم الترخيص أو التجديد لأي من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات والنقابات وغيرها. وتتضمن الوثيقة التي تداولها نشطاء يمنيون أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واطلع العرب الجديد على نسخة منها. تضمنت رسالة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية المعين من الحوثيين أحمد حامد إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة التابعة للجماعة عبيد سالم بن ضبيع بهذا الخصوص. وأكدت الرسالة أن توجيهات ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى تقضي بعدم منح أي ترخيص أو التجديد لأي تكوينات أو منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو ائتلافات أو اتحادات أو نقابات أو غيرها خلال هذه الفترة، وحتى إشعار آخر مع رفع الحالات الطارئة في تقارير الوزارة الشهرية. قواميس وصواريخ وأبراج، تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: غفونا قرنا بعد قرن على وسادة التشابه، واعتبرنا الزمن مجرد حجارة تتراكم، وشاءت ظروف كثيرة ألا تكون منطقتنا مسرحا للمخاضات الواعدة. لا شيء يشبه الثورة الفرنسية ولا الثورة الصناعية ولا أفكار عصر النهضة، لكن ذلك كان. لا خيار غير الاتصال بالعصر مهما استلزم من التعب والتمزق وإعادة التأهيل. واضح أن على منطقتنا أن تخوض معركتين في وقت واحد، معركة الاستقرار ومعركة الازدهار. معركة الاستقرار لإعادة قدر من التوازن إلى الإقليم يسمح بالمحافظة على دور العرب ومصالحهم، ويمكن دولهم من التقاط الأنفاس وخوض معركة الإصلاح والتحديث. ومعركة الازدهار التي لا بد من أن تنطلق من قاموس جديد في التعامل مع العالم والعصر وحاجات الناس وتطلعاتهم. والنجاح في المعركتين مشروط بالخروج من دائرة المخاوف القديمة على أحجام الأدوار إلى دائرة الشراكات الاستراتيجية وتبادل المنافع والخبرات. ليس سراً أننا نحتاج إلى الخروج من القواميس القديمة في العلاقات داخل الخرائط وبينها. نحتاج إلى تعليم يوقظ قدرات الطالب العربي ويمكنه من الانتماء إلى عالم التحول والتنافس والابتكار، وإلى جهد تنموي فعلي يغير شروط حياة الناس نحو الأفضل ويحاصر أمواج اليأس التي تستقطب الشباب وتدفعهم في مسارات انتحارية أو تحرضهم على الاستقالة من الوطن، سواء أقاموا فيه أم ألقوا بأنفسهم خارجه. وعلينا أن نتذكر أن الدول التي حدثت قاموسها سبقت تلك التي تعلقت بالماضي، وأن الدول التي راكمت إنجازات تنموية هي اليوم أقوى من تلك التي راكمت الصواريخ، وأن الدول التي شيدت الأبراج أقوى اليوم من الدول التي أمضت العمر في بناء الخنادق. إلى الصحافة الفرنسية، حيث نطالع في الشأن اليمني ما جاء في صحيفة لوبوا الفرنسية، والتي ذكرت أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات بدأ غارات جوية على خطوط إمدادات الحوثي حول مدينة الحديدة الاستراتيجية التي سيطر عليها المتمردون الحوثيون. وقد تم تأكيد الغارات من قبل المسؤولين الموالين للحكومة والمتمردين والسكان. مسؤولون مؤيدون للحكومة قالوا إن الغارات الجوية استهدفت قوافل من تعزيزات المتمردين الشرقية وغربية الحديدة. رافق الغارات تبادل إطلاق نار في شرق المدينة الساحلية بعد زيارة ميدانية لمبعوث الأمم المتحدة الذي أراد هدنة دائمة في الحديدة قبل محادثات السلام المقررة في أوائل ديسمبر في السويد. سكان تم الاتصال بهم عبر الهاتف قالوا إنهم سمعوا تبادل الاشتباكات بين المتمردين والقوات الحكومية في الأجزاء الشرقية من المدينة. تصدر خبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأخبار في الصحف والمواقع العالمية، ونطالع في موقع دويتشه فيليه الألماني عنوان: ميركل تصف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالمأساة. وقال الموقع إنه بعد مخاض طويل تنفست المستشارة الألمانية كما عدد من الزعماء الأوروبيون الصعداء، لكن الكثيرين منهم أعربوا عن حزنهم لهذا الطلاق الذي جاء بعد مخاض طويل لم تنتهي كل فصوله، بعد لأن البرلمان البريطاني لم يصادق عليه بعد، حيث صادق الزعماء الأوروبيون على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل القاري، وأعربت المستشارة
الألمانية أنجيلا ميركل عن حزنها لهذا الحدث، وأوضحت قائلة: إنه يوم تاريخي يثير مشاعر متناقضة، إنها مأساة أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي بعد 45 عاما، أشعر بالحزن ولكن أيضا بنوع من الارتياح بعد مخاض صعب من المفاوضات. في تعليقها على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، قالت بوليت شنابر أستاذة التاريخ البريطاني المعاصر في جامعة السوربون في باريس: لقد كانت علاقة نفعية منذ 1973، وكان التركيز دائما على البعد الاقتصادي وليس السياسي، كان البعد العاطفي شبه منعدم. وقال أناند مينون أستاذ السياسة الأوروبية في جامعة كينغز كوليدج في لندن: لم نشعر بأننا على درجة من الضعف تجعلنا ننضم إلى المشروع الأوروبي، وبدلا من ذلك فضلت بريطانيا التركيز على علاقتها الخاصة بالولايات المتحدة وما تبقى من إمبراطوريتها. الصراع العالمي في عصر جديد من السياسات المتطرفة. تحت هذا العنوان كتب مؤلف ندوب الحرب وجراح السلام، المأساة العربية الإسرائيلية، شلومو بن عامي، مقاله المعاد نشره في الغد مضيفا: وصف المؤرخ الراحل إريك هوبس باوم القرن العشرين بعصر السياسات المتطرفة، حيث أدت اشتراكية الدولة إلى الحكم بالأشغال الشاقة على مرتكبي الجرائم، وأدت الرأسمالية الحرة إلى كساد اقتصادي دوري، وأدت القومية إلى حربين عالميتين. ثم تنبأ بأن المستقبل سيكون امتداداً للماضي والحاضر، وسيتم بانتهاج سياسات عنيفة وتغيرات سياسية عنيفة وبالتوزيع الاجتماعي وليس بالنمو، وقد لا يعيد التاريخ نفسه لكنه كثيراً ما يتوافق معه. ومن المؤكد أن تصريح رئيسة وزراء بريطانيا سابقاً بأنه لا وجود لشيء اسمه مجتمع، بل فقط أفراد من الرجال والنساء، يتوافق مع وجهة نظر العالم المسببة للخلاف، وسلوك خدمة المصالح الشخصية الذي يتسم به الدهماء الشعبويون الحاليون. اليوم وعلى غرار القرن العشرين تمزق القومية المجتمعات إلى أشلاء، وتقسم بين من كانوا حلفاء في وقت سابق عن طريق إشعال فتنة العداء اتجاه الآخر وتبرير إقامة الحواجز المادية والقانونية الحمائية، وتستعد القوى العالمية العظمى من جديد لخوض حرب باردة على نطاق واسع، فتتهيأ نفسياً إذا لم نقل عسكرياً للمواجهة. وتأكيداً على العلاقة بين الاقتصاد السيء والتطرف السياسي التي أشار إليها جون مايراند كينيز بعد الحرب العالمية الأولى، فقد أضعف عقد من التقشف في أوروبا مؤسسات الدولة المرفهة، ورمت بالعديد من الناخبين في أحضان الشعبويين. المفارقة هي أن السبب الرئيسي الذي يجعل السياسيين الحاليين يعملون بانسجام أكثر فأكثر مع تطورات القرن العشرين هو الخوف من تكرار الكساد الكبير، وهو خوف بدأ بعد الأزمة المالية للعام 2008، والذي يبدو أنه ظهر على خلفية أزمة أسواق الأسهم للعام 1929. في الأحداث السياسية خاصة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومظاهرات فرنسا الغاضبة، بالإضافة للصور الذي يلعب بها الظل دور البطولة، تعرض صحيفة الديلي هذه الصور والتي اخترنا لكم بعضا منها، نتابع الصور. تأسس الكاريكاتير حين شعر أصحاب الرأي بالخوف عن الإفصاح عن آرائهم وأظهروه عبر الرسم، ومع الوقت تحول الأمر إلى فن قائم بذاته، نتابع بعضا من هذه الرسوم.
إذن بهذه المجموعة من الصور والرسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.